هذه حالة من الحالات الكثيرة لإريتريي المهجر الذين استبدلوا بالشبع جوعا وبالري عطشا. لقد تركوا بلادا كالجنات أو هي أشبه بالجنات، تركوا جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، هجرتهم الحرب والظروف القاسية ليستبدلوا بهذا المنفى وطنهم ذلك الذي تعرفون. مورس عليهم الحرب ثم التهجير ثم طمس الهوية، ففروا بدينهم إلى هذا المكان. ليس عندهم إلا البؤس والفقر والجوع والأسمال البالية التي الصورة فيها أكبر شاهد. صورة من صور البؤس تتكرر في كل المخيمات، وحالة تتكرر في كل الأماكن، والعالم غائب بسمعه وبصره وقلبه النابض عن مثل هذه الحالات. نحن اليوم ندعوك من خلال هذه العدسة إلى تطبيق هذا الحديث وعشرات الأحاديث التي تدعو للرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم.